الحوار الوطني اللي دعا ليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية رمضان قبل الماضي، وبعد انتهاء جلسات التحضيرية بدأ وانطلق هذا الحوار بالفعل. تعالوا نتابع دلوقتي لقاء مع دكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب فيما يخص الحوار الوطني. هو أهم حاجة إن في حوار، دائما الحوار ينتج عنه أكيد توصيات في الآخر، حتى إذا اختلفنا في الحوار مع بعض شوية، وده المهم حين احنا نختلف في الحوار برضو شوية عشان نتفق في الآخر على ما يفيد الوطن. فإحنا بنتكلم على حلول وتوصيات ننتج عن هذا الحوار قابل للتنفيذ. احنا مش عايزين نقول حقيقة حلول حالمة زيادة عن اللزوم، لا، حلول في مجتمعنا المصري في الوقت الراهن الحالي. بنتكلم على فكرة تطوير التعليم قبل الجميع اللي احنا بالفعل بدأنا بيها منذ 2018 قدام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس. فاحنا لكن وقت تطبيقها او اثناء تطبيقها واجهنا تحديات كثيره جدا، عايزين بقى نقعد نحل هذه التحديات اللي هي بالظبط اللي هو المعلم، كثافه الفصول، المنهج الدراسي، البيئه التعليميه اللي هي المدرسه بتاعتنا والمعامل والملاعب، تطبيق الانشطه الصفيه واللا صفيه، دي كلها ملفات مهمه جدا. نمسك ملف زي الكثافه او كثافه الطلابيه داخل الفصول، يبقى لازم نبني مدارس، صح؟ طيب احنا عندنا اماكن ما فيش فيها اراضي، يبقى لازم نحل حل قابل للتنفيذ. كان في الجيزه اراضي في مصر كلها طبعا اصلاح زراعي، في قانون 15 لعام 22 تم تفعيله، وبالفعل استفدنا من القانون دوت ان تقول اراضي الاصلاح الزراعي للمنفعه العامه لو في احتياج ليها. استفدنا احنا في الجيزه بهذا القانون، وفي اكثر من 23 24 مدرسه بيتعملوا حاليا، يبقى ده احنا كده استفدنا من اراضي موجوده. برضو عايزين نبص على ملف الاوقاف، الاراضي اللي موجوده في الاماكن المزدحمه دي ازاي ممكن نستبدلها باراضي اخرى عشان نستفيد من هذه الاراضي في بناء المدارس. طب احنا عندنا مراكز شباب، عندنا انديه، عندنا بيوت ثقافه، الفتره الصباحيه ما فيش عليها اقبال قوي، يبقى احنا ممكن نستخدم برضو الغرف اللي موجودة في هذه الأماكن فترة صباحية نعلم بيها حتى لمرحلة رياض الأطفال بس. عندنا أنشطة زي الأنشطة الرياضية، الأنشطة الثقافية الفنية، برضو نقدر نروح لمراكز لبيوت الثقافة وقصور الثقافة اللي هي حقيقي حاليا في حالة طفرة لما تشوفها، قصور بمعنى حقيقي يعني، ونستفيد منها ثقافيا وفنيا وغنائيا وكله. فيعني أفكار، المهم تكون أفكار كلها قابلة أنها تطبق يعني إن شاء الله.